السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا باشمهندس؟ ما تقعد. واقف ليه؟ ولا مستعجل؟ لا ابدا ما مستعجل على ايه يعني؟ ده انا حتى كنت جاي اقعد معاك شوية. نازل مصر؟ اه بس لسه اخر النهار. بص يا خال، انا متأسف وندمان على كل كلمة قلتها لك يا خال، وحقك عليا يا خال، والشغل كابس عليا اليومين دول، صح؟ مش هو ده اللي انت جاي تقوله؟ ايوه سيدي، هو ده اللي جاي لك. يبقى جايتك دي يا باشمهندس على الفاضي. يعني على الفاضي؟ أنا من السلام من الكرسي. يعني مش سهلين. أنا من ساعة ما كلمتك كده بضرب نفسي مليون جزمة، أنا حتى ماليش عين أوريك وشي. عارف كنت أزعل منك أنت يا حسن، أنا كنت افتنيت عليك. لما الحقيقة ربنا كل كلمة أنت قلتها لي، افتكرت إن أنا زعلان منك. وما ينفعش برضه بعد 25 سنة أجي فجأة كده وأعمل فيها الأب وأتدخل في حياتك وفي بيتك وأقول لك إيه اللي ينفع وإيه اللي ما ينفعش. بس ده برضه ما يمنعش إن أنا واخد على خاطري وزعلان. شفت؟ أديك برضه لسه زعلان مني يا عم. أدي الزعلان مني. وانا على طول بضحك عليهم. جم حسن زي ما هو، حسن ما تغيرش، انتوا بس اللي مش واخدين بالكم. يا خالي انا ما اتغيرتش ولا حاجه. وحش زي ما هما بيقولوا، الست نادية تتجوز. تتبسط بقى، ما تتبسطش ما كنتش حطيت في دماغي. انا وحش ما كنتش جيت كل شويه عشان اسال عليكم وعلى امي. كنت ممكن اطلع مليون حجه عشان ما اهربش ناحيه اسكندريه. ووردة يا حسن، ما جبتش سيرتها يعني. هي كمان زعلانة مني وحاسة إن أنا متغير. بس ما بتقولش. يعني حاسس بيها؟ زي ما هي حاسة بيا بالظبط. يا خالي أنا من جوايا زي ما أنا ما اتغيرتش. كل حكاية إن أنا بدي أشوف الدنيا بعين تانية خالص. أشوف الدنيا بحسبة تانية. زمان الدنيا كانت على قدنا. محندقة ولمانة. كل الحياة كانت بين قطر ومينا. النهارده الدنيا كبرت قوي علينا يا خير. الدنيا بقى كلها ناس وحشة ما بترحمش. وعليك بإيه كل ده يا حسن؟ أنت عارف اللي فيها. الدنيا دي تدخلها بمزاجك يعني هتتزق فيها بخبرة. وأنا بقى مش اتزقيت. أنا وقعت من فوق وهي اللي استلقتني. اوعى لحالك يا حسن. متعملش زي القطر وتدوس على كل اللي في سكتك من غير تمييز. الدنيا قدامك يا ابني، تبدي تروحش انت لغاية اخرها وطول نصيب. فكر يا حسن وبعدين اعمل اللي انت عايزه. علي عرفت ازاي ان انا هنا؟ عرفت ان دكتور امشير قلت له عايزاك ضروري، قال لي على ثلاث اماكن ممكن الاقيك فيهم. ولفيتي عليهم كلهم؟ حظي حلو، ده أول مكان لقيتك فيه على طول. ده أكتر مكان بحبه على الكورنيش. عشان كده بحب أهرب فيه. يهرب من إيه؟ من أي حاجة تخنق. الحاجات دي دلوقتي مفيش أكتر منها. طب مش يمكن لما تقعد لوحدك تتضايق أكتر؟ أنا بتهيألي المخلوق ده لازم يقعد مع ناس تخليه يخرج من الحالة اللي هو فيها.
بخاف اقعد مع حد بعديه. انت عارف ان انا كل ما بشوفك بحس انك بتديني امل كبير قوي في الحياه، بحس ان اللي جاي احلى بجد. فبالنسبه لي غريب قوي ان اشوف مصدر التفاؤل والامل بتاعي حاسس باحباط. طب تخيل كده يجرى لنا ايه؟ انا اسف يا فهد، اسف بس اليومين دول حاسس اني كده مكسور ومخنوق وضعيف ومش عايز اقعد مع حد. انت سالت علي امشير ليه؟ انت عايز اشوفه. ايوه انا ساكته ليه؟ ولا حاجه، عايز اسمعك انت وانت بتتكلم. يعني مش مستغرباني زيهم وشايف ان انا متغير يعني؟ لا خالص، انت عارف ان انا ما اقدرش اخبي عليك حاجه ابدا. يعني ليش شايفاني حسن زي ما انا؟ مالك يا وردي في ايه؟ حتى لو اتغيرت يا حسن ليك حق، ما انا كمان اتغيرت. أنا زمان كنت بفهمك من غير ما تتكلم، كنت ببعدك عن الدنيا لو ضلمت قدامك. دلوقتي مبقتش عارفة أفهمك، حاسة إن أنا ببعدك بإيديا أنا. مين اللي قال كده يا برتا؟ من يوم ما بابا الرشيدي مات وأنا حاسة إن الدنيا عمالة تتهد قدامي حتة حتة، ما بفتكرش غير الحاجات اللي بتزعلني وبس. أمي اللي ماتت قبل ما أوعى عليها، وابويا اللي مبقاش فاضل لي منه غير اسمه بس، وزياره كده كل كام شهر ما بتفرحنيش على قد ما بتتعبني وبتحسسني ان انا يتيمه. حتى شهد اللي كان نفسي يبقى لي بنت زيها كده راحت. وايه لازمته الكلام ده يا ورده؟ لازمته ان انا تايهه وانت بتبعد وما اقدرش الومك. حتى لو ده حصل ايه اللي يخليه يتغير من ناحيتك؟ معرفش يا حسن، أنا ماليش غيرك يا حسن، ماليش غير حضنك ده وخايفة يروح منه. بص يا ورد، إحنا كل يوم الدنيا بتتغير من حوالينا، اللي بيطعهاش بتخبطه وبتطلعه بره. كل يوم الدنيا بتطلع ناس بره وبتجيب غيرهم، وتبص لنا هي بتضحك لنا، بتقول لنا انسوا كل اللي عرفتوه عني، اللي جاي حاجة تانية خالص، إنه بقد ونقف قصاده، يا نطلع بره ونتفرج على حلمنا بيضيع من قدام عينينا. بس أنا خايفة حلمنا يضيع مننا يا حسن. وأنا ما حلمتش غير بيكي، وده مش هيتغير، ومش هسمح إني يروح مني يا وردة. بجد يا حسن، اوعدني يا حسن والنبي إن أنت عمرك ما هتبعد عني. بحد وردة حسن. سمية. أي ماما. شكلك بتحبي اليومين دول. يبقى بتحبي. قولي لي بقى يا بنت، مين واسمه ايه؟ واحد معايا في الكلية. في سنة كام؟ في آخر سنة. Is it serious؟ على الأقل من ناحيتي. يعني إيه على الأقل من ناحيتك؟ وهو هيلاقي أحلى من بنتي فين؟ حياتي. كان لازم تعرف إنك لما تتغير مش هتتغير لوحدك، كل بني آدم عرفته وحبيته هتتغير ناحيته هو كمان. أنت زعلان ليه؟ مش انت اللي اخترت السكه ومشيت فيها؟ كنت فاكر ايه؟ فاكر انك هتفضل معاهم حسن بتاع زمان؟ ازاي حصل كل ده؟ امك واختك وخالك وقبل دول كلهم ورد؟ طب ازاي؟ اه
رشو بحتة عيل يعمل فيك كده. خد امسكي اشربي ده يريحك شويه، ينسون زي الفل. تسلم ايدك. انت لو اختي مش هتراعيني زي ما انت مراعيني كده يا سي حسن. لا شو غصب عني، انت عارفه قالوا لي الشغل والسفر ما كنتش نقلت من جنبك. ربنا يخليك. مالك يا شو؟ موجوع يا سي حسن. ايه بس اللي واجعك؟ انا عاجبك اللي فيه ده. رميتي كده لوحدي واختي، بيني وبينها خطوتين مش قادر اروح اشوفها. يا ست على اختك ما تحمليش هم. بعد ما تقومي بالسلام هاخدك وروح نعمل لها زياره. ضحكش عليا، انت عارف اللي فيها. مسافتنا الواد ما هيجي هيتكتب علينا الغربه. الواد يا سي حسن اتكتب عليه عيش من غير اهل الناس. تاني يا شباب، واحنا بقى مش هنخلص من الحوار ده. ارمي كل حاجه ورا ظهرك عشان تعرفي تعيشي، لو مش عشانك عشان خاطر الواد. غلطه يا ستي وغلطناها، هنعذب روحنا بسببها طول العمر. حقك عليا يا سي حسن، بس كان نفسي الواد ما يشوفش اللي انا شفته ولا يعيش العذاب اللي انا عشته. بس شكله كده العذاب في الدنيا دي بالوراثه. يا ستي مش هيشوف حاجه وحشه، هيشوف دنيا زي الفل ان شاء الله، ويبقى حواليه اهله وناس وكل حاجه، ما تقلقيش عليه. ربنا يخليك لينا وما يحرمناش منك ابدا. سيبي على الله. أكرم باشا. حاضر. مسافة السكة كنا علشان ينافقوا ويكذبوا ويخافوا ويخوفوا. عادي، هنا كل حاجة عادي يا باشا. بس متهيألي اللي يوصل الباشا لازم يبقى عنده دولاب مليان وشوش، واللي ما عندوش يترمي بره السور مع الغلابة بقى والمساكين. الباشا ولي النعم لو سمعك بتقول الكلام ده يا أبو علي مش عارف هيعمل فيك ايه. يعني هيعمل فيا ايه؟ هيزول النعمه؟ ده ناقص. الباشا حسن هو اللي بيتاجر في الوشوش دي اصلا، هو اللي بيبيعها لهم، عشان كده هو الوحيد اللي عارف كل واحد فيهم على حقيقته. الراجل فيهم عبد والست متعه. واحيانا بيبدلوا الادوار. يا نهار اسود. لا لو كده مش عايز منه وشوش، انا كده تمام. خلاص يا ابو علي بقى ما تفوقنيش. قول لي اخبار عادل الراوي ايه؟ كله متقبل، وهسمعك كلام كويس هيعجبك، هتتبسط قوي. والموج عالي عليا بتشيل وتحط فيا، الكل جاي عليا، الكل جاي عليا، الكل جاي عليا. هما دول بقى اللي هيترموا بره السور يا حسن مع الغلابه. بالظبط. عن اذنك يا ابو علي. طال انتظارنا لمقابلة معاليك يا باشا. ايه في جديد؟ هو في حاجة ممكن تخفى على معاليك عشان يبقى في جديد يا باشا؟ كويس كويس يا باشا. كنت عاوز اسأل معاليك سؤال، هو في حاجة مزعلك مني؟ انت عملت حاجة تزعل؟ لا يا باشا، بس غياب رضا معاليك علينا محسسني كده. اعمل اللي يرضيني وزعلي هيبعد عنك لوحده يا اكرم. ما هو ده اللي بحاول معاليك اعمله لنادي. لو تسمح لي يعني، انا جايب لسعادتك هديه، تفاحه محتاجه ايد سعادتك انها تقشرها، ولو اني عارف ان سعادتك بتحب تاكل التفاح بعيشه، بس انا واثق انها هتنول الرضا والاعجاب. انت عارف ايه مشكله الهدايا؟ ايه يا باشا؟ انها بتطمن اللي جايبها أكتر ما بتريح اللي رايحاله. يمكن تعجبني، يمكن ما تعجبنيش، وجايز تعجبني زيادة عن اللزوم. قدم هديتك يا أكرم وهيوصلك رديها. تحت أمر معاليك.
وحلفت للظابط 100 يمين ان ميشيل اللي سرقت التمثال ما صدقنيش. اديك لا تعرفني ولا عرفك، اني شكلي حرامي؟ انت جاي في اثار؟ انت شكلك حرامي وشيخ منظر كمان. علي النعمه دي بريء. يا ترى هيعملوا فيا ايه؟ يا عم قضى اخف من قضى. والاخ جاي في ايه؟ تحرش. اتحرشوا بيك؟ لا انا بحب اتحرش بالنسوان في الاتوبيسات، اصلها غوايه بقى. أول مرة مش كده؟ اه مرة باين عليا قوي كده. شكلك مرتبك. ليك حق، الحفلات دي اصلها بتبقى عاملة زي الخيال كده، أي حاجة ممكن تحصل فيها. لحد بيسأل فين ولا ازاي ولا ليه، يعني أكنك كده سارق ساعتين من الزمن بره الدنيا خالص. تعرف تسرق؟ أصل اللي زيي بيتسرقوا بس. أول لما شفتك قلت عليك إنك لذيذ. ربنا يخليك، ده من ذوقك. طيب قلت لي اسمك إيه؟ اسمي حسن. حسن، اللي لقيتي فرصة أي حاجة ممكن تتعوض. بس أنا شايف اللي بيعوض هنا بيتفر من المؤاخذة. يبقى أحسن لك بقى لا تتفرج ولا تسرح، الأحسن يزعلوك. هو اللي بيتفرج هنا بيزعلوه؟ أيوه يزعلوا، ويوم ما تحب تتفرج يبقى قول لي وانا هفرجك بس بمزاجي. هاي هي احنا نقابل اكرم. انت ما عندكيش حاجه خالص غير اكرم؟ اكرم زهقتيني بجد من اكرم، مش عارفه اقول لك ايه. بضحك عليكي ليه؟ انت اتجننتي على فكره. ايه كل حاجه اكرم 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 ميتة. ايه ده ايه ده؟ الله يخرب بيتك، الله يخرب بيتك. بتعملي ايه؟ الناس هنا كلها عارفاني وعارفه مراتي. انا ما اعرفش حد غيرك هنا. سرايا خديها من قدامي دلوقتي. ممكن ذكرى؟ يلا يا ذكرى يلا امشي. ده اللي قعدت افهمه لك. امشي. ده اللي قعدت افهمه لك جوه وقعدت اشرح لك واقول لك ما تعمليش كده ما تعمليش كده. مش ممكن هقعد اعيد وازيد اكتر من مره؟ ما ينفعش تعملي كده مع اكرم، ما ينفعش. لعلي صوتك شويه مش سامعك. ايه ازاي؟ وانتوا كنتوا فين؟ مين؟ هما قالوا لك؟ عيبك يا عادل انك انت فاكر نفسك راجل اعمال كبير. لا انا اسف في الكلمه، راجل اعمال ايه؟ قصدي عيبك يا عادل انك فاكر نفسك راجل اساسا. عارف ليه؟ عشان لما تيجي تتحدى اكرم البدري تيجي تواجهه كده فيس تو فيس، اتنين رجاله مع بعض. لكن شغل العيال اللي انت بتعمله ده، وانت عارف بقى اللي يمشي ورا العيال اعرف قيمه المكان اللي انت فيه اكرم قبل ما تقل ادبك. اعرف انت قيمه الراجل اللي قاعد قدامك قبل ما تقل عقلك. ها تحب اكمل لك اللي الراجل بتاعك ما عرفش يحكيه لك في التليفون؟ ولا خليها لك مفاجأة؟ هقول لك، هحرق لك المفاجأة. شوف يا سيدي، هو كان عاوز يقول لك إن المخزن فعلا اتحرق، دي حقيقة. بس بضاعة أكرم البدري ما اتحرقتش، طلعت سليمة. بيو اتبخرت. لكن يا ترى بقى إيه اللي اتحرق مكانها يا ربي؟ إيه اللي اتحرق مكانها؟ أكبر شحنة ليك يا عادل في تاريخك كله اتحرقت جوه المخزن. يعني أنت حرقت نفسك في نفسك بإيديك يا معلم. بالشفا بالشفا يا دولة، بالشفا بالشفا يا رجل الأعمال. هل رجل أعمال؟
مقاييس التمثال سليمة والختم الملكي موجود. يعني تقرير حضرتك المبدئي ايه؟ مفيش تقرير مبدئي، تقرير نهائي، التمثال اصلي. يا نهار اسود ومنيل، اكشف عليه تاني يا دكتور، عليا النعمة التمثال ديك مضروب. اكتب يا ابني: يتم حبس المتهم عبد المعطي سلامة شلش احتياطيا وتحديد جلسة نظر الموضوع. يا باشا انا بريء. يا عسكري عليا النعمة. خد الواد من هنا. انا ما عملتش حاجة، التمثال ديك مضروب. عليا النعمة يا باشا انا بريء. دي نظرة عليك يا بابا. يا ابني انا بريء. انا بريء. شكرا جدا. العفو يا فندم. مع السلامة. مع السلامة. اكتب يا بابا. تم غلط المحضر. تاريخ هو ساعده. هدية أكرم البدري. الزبده اللي اسمها زبده دي راحت فين؟ بقول لك ايه؟ انت المسؤوله قدامي. أوكي. لازم تتصرفي حالا والا بشرفي هضيعك، همسحك من على وش الدنيا يا سرايا. توصل ده انا بديك على المستشفى كويس، ما تخافيش. كتر خيرك يا سعد. الحمد لله لحد لحد اشوفك قبل ما اموت. قبل ما اموت ايه بس الكلام ده؟ هتبقي زي الفل ان شاء الله، ما تخافيش. جميلك فرقت وهقابل بيه ربنا. جميل ايه يا شباب؟ انا ما عملتش حاجه، فوقعي هتبقى كويسه ان شاء الله. هفضل عايش طول عمره ابن حلال ومرفوع الراس، ما تخافيش. كفايه كفايه عليك لحدك كده. عايزه اطلب منك حاجه. وامور يا شو؟ خد الواد، خد الواد وادي لاختي. ولو هترد فمه برضيش ياخده، ما تعملوش حاجه. عملت اللي عملته ده برضاي، كنت بحبه بس خلاص. انا مش زعلان، انا سامحت. مش ربنا كمان يسامحني. استاذ حسن، عربيتي مسافره، روح ادخلها. ماشي.
ما غسلتيش وشك ليه؟ شلتيش الميك اب ليه؟ اشربي اشربي عشان تهدي، اشربي هتهدي اكتر صدقيني، اشربي. انسي اكرم يا ذكرى، يا ذكرى اكرم البدري عمره ما هيبقى ليكي، افهمي ده كويس قوي. واللي بتعمليه النهارده ده انتي واقفه جنب اكرم. من اللحظة اللي أنا بقعدها معاكي بيبقى عمرها سنة سنة. شوف انت بقى انت بقى انت بقى هبقى عشت معاها عشت معاها سنة سنة. الست ما اتخلقتش عشان تبقى الراجل واحد بس. انت كده بتظلمي نفسك خالص يا حبيبتي. النهارده ممكن تتفتح لك كل البيبان بنظره واحده بس من الباشا. ركزي وافهمي كويس بدل ما تخسري كل حاجه. حد يعمل اللي فيها تعليق انت كمان يا بنت يا بنت بتطلع حلوه. وكويس انه ما عرفش اللي انت عملتيه. الرجاله كلها بتوعد بكل حاجه طول ما هما جعانين، بس اول لما بتشبع بتنسى. اطلبي كل اللي انت عايزاه قبل ما ينسى، فاهمه؟ مفيش حد بيدفع تمن حاجه مسكها بايده. يلا قومي انت يلا فين ناحية. هيعجب الباشا قوي. ايوه اكرم بيه اجل حضرتك فين؟ خيفة؟ خيفة؟ اختار ليه البنات اللي زيك؟ عشان نظرة الخوف دي، نظرة الخوف من كل حاجة، خصوصا من اللحظة اللي جاية، لحظة تساوي متعة الحياة نفسها.
واتمتع باللحظة دي أكتر ما بتمتع بيك. حسن محمد الرسول. الله يرحمك يا شو، كان كل حلمك راجل تحبيه وحبك وتجيبي منه حتة عيل قبل ما العمر يعدي. شفتي بقى الدنيا بتعمل ايه؟ عيلتين من غيرك واب ندل سابه اتكتب باسم واحد غيره، يا ترى بقى الدنيا هتوريه تاني؟ وانت بقى سي حسن هتعمل ايه مع ورده؟ مش ناسية حاجه؟ يا سوريا ما قالتلكيش؟ طبعا سوريا استاذه في انها تبوظ اي حاجه بريئه. الشيكو كويس قوي ان انتي ما سمعتيش كلامها وطلبتي، لأن الرقم اللي في الشيك ما كانش هيخطر على بالك أبدا، لأن اللي زيك ما بيعرفش قيمة نفسه، لكن أنا بعرف. خدي الشيك بتاعك حبيبتي. أهو. Thank you.